طريفا، وطبعا انا انقل الكلام وناقل الكفر، ليس لا بالعكس، كان طريفا ومغرورا يفترض في نفسه العبقرية ويعتقد في غباء كثير من الرؤساء العرب، كان سعيدا كالأطفال بلقب ملك ملوك إفريقيا. شوف ماذا عن الرئيس بشار، هل كان معادي للعرب ولا عداوة بين الدول العربية؟ سوريا قاتلت مع الكويت ضد صدام حسين، سوريا لديها علاقة مميزة مع قطر ومع الإمارات ومع البحرين ومع الكويت ومع المملكة العربية السعودية، لماذا لم ينجدها السيد عمرو موسى العبقري؟ احنا اغبياء، لماذا ما انجدها هذا العبقري المميز؟ فلسطين تصحى كل صبح، الجامعة العبرية هذه، لماذا السيد عمرو موسى لم ياخذ قرار واحد فقط ليدافع عنها؟ هل هي ضد العرب؟ هل العرب ضد فلسطين؟ هذا الجبن والوهم لهذه الدول والخوف من الغرب هذا اللي يؤدبنا، هذا البؤس اللي وصلنا إليه، تبرير هذه الجرائم والهروب من مواجهة الحقيقة والهروب من القيام بالواجب عندما يكون واجب واجب. ما هذا اللي زعل الناس، هذا اللي زعلنا، غلبان عميل ما تقدرش دمية. أما أن تبرر هذه الخيانة وتدمير بلد زي ليبيا جارة لمصر وانعكس على مصر في مرحلة مراحل، أصبح سلاح والمتطرفين يتطبقون على مصر، لولا فريق السيسي ورجال القوات المسلحة والشعب المصري الحر الذي أسقط هذه الباطل الذي ظهر في مصر، لكانت مصر في خبر كان. السيد عمرو موسى يتحمل مسؤولياته كاملة، وعليه أن يتحمل هذه المسؤولية، مش يبرر هذه الجريمة إذا كان منصفا. هذا يقول في كلام حقيقة، ما قال القذافي يحاول يحطني يغريني ويعطيني نصبح وزير ومش عارف شنو. أنا اللي كان في السيد عمرو موسى الذي عطل الجامعة 10 سنوات، القذافي عرض في قمة ليبيا كنا نعد بسمة بأي معنى أنه عطل الجامعة العربية 10 سنوات؟ هاي وريني إنجازات في عهد المسؤولية في النهاية. أنا عندي 22 دولة، أنا مش في ورد الدفاع عن السيد عمرو موسى، بس ما هو يدعي الآن، هو يدعي أنا 22 دولة، كل دولة لها سياساتها المنفصلة. كويس يقول أنا غلبان، لكن ما يقول أنا أن القذافي هو اللي عمل، يقول إحنا ما أنا شيء وإحنا عبيد.